انتهت الحرب في محافظة نينوى منذ سنوات، ولم تنتهي تداعياتها حتى الآن. البطالة وعدم توفر فرص للعمل من بين أبرز تداعيات الحرب في نينوى، لا سيما مدينة الموصل، حيث تقلصت فرص العمل للشباب بشكل كبير، وهجر الكثيرون منهم المدينة بحثاً عن سبل العيش في محافظات أخرى. أكو ناس يعني تدور، تريد تعيش، تريد توكل أهلها. شوف الشباب كلها هسه مطشرين، اللي يريد يطلع على تركيا، اللي يطلع على كردستان، اللي يريد يطلع يروح بغير مكان. يقول لك أنا يجوز ألقي لي فرصة عمل أشتغل، أجيب لي كم فلس لأهلي أعيشهم، أعيشهم بعز أقلها. والله للحكومة أقول لهم اتقوا الله بهذا الشعب، باشا الله سبحانه وتعالى يسألكم، لأن أنتم مسؤولين، الله راح يسألهم. واقع اقتصادي مرير تعيشه الموصل، وشباب واقع بين طيات الفقر، ولا حلول في الأفق لأزمة البطالة لأسباب عديدة تحدث عن بعضها سكان المدينة. غياب الفكر الاقتصادي الصحيح. نعم، فحقيقة نحكي يعني انه الصناعة معاملها قطاع العام غائبة ومدمرة، زين، واعتماد النفط، اعتماد النفط اعتماد في شكل اساسي كوارد للدولة، بدون تشجيع الزراعة والصناعة. تنعكس تأثيرات البطالة على السوق ايضا، حيث تتباطأ حركة البيع والشراء بسبب الركود، وتغلق الكثير من المحال التجارية أبوابها. والله حاليا الحركة الاقتصادية شبه متوقفة، يعني السيولة قليلة، فالأعمال الداخلية يعني ما أعمال ماكو، أكثر الشباب عاطلين عن العمل. تعطيل الصناعة وتدهور الزراعة واستقدام أياد عاملة أجنبية من قبل الجهات الحكومية عوامل فاقمت مشكلة البطالة. لو الحكومة العراقية تفتح المعامل، تفتح المصانع، تصير حركة عمل، بدل ما أجيب مثل شركات من برا، أكو أيدي عراقية. 40% من مجموع سكان المحافظة عاطلون عن العمل بحسب مدير إحصاء نينوى، وهي أعلى نسبة بطالة في البلاد منذ 30 عاماً، بينما أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوجود أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل عن العمل في البلاد، وهي أرقام تعكس ما وصل إليه وضع العراق اقتصادياً بعد نحو 2 عقدين من الفساد وسوء الإدارة.